زوجي طبيعته شكك، وما أشعر عمري أني أنا حاسة بأمان دائما، بما معنى يعني إذا أنت دائما شكاك فهي المرأة دائما تشعر نفسها أن أي شيء بتسويه عادي يؤخذ ضدها، وحتى لو ما قصدها شيء، حتى لو يعني ساقت طلعت شافت انتبهت، ليش تطالعين، ليش تسوين، ليش هاي مشكلة، مع منو تتكلمين. فالوحدة مشكلة الرجل إذا ما حسسني بالأمان أنا ما بقدر إني أعطي. كلامك 100% صح. الشك يعني من أسوأ الخصال بعد البخل في العلاقة وفي الرجل بالذات، العلاقة بين الزوج والزوجة أسوأ شيء ممكن تحصله بعد البخل الشك. لكن انت شو تقدرين تسوين؟ هو بصراحة المفروض انه يسوي، مو بنتي، المفروض انه يعرف انه وايد مزودها، وايد ضغط عليك، وايد هالشيء مأثر فيك، وايد يعني اللي انت توج قلتيه المفروض انه هو يعرف انه متعبنك، غاص عليك. في ريايل يستجيبون، في ريايل محتاجين هاي الجلسة اللي هي الاستشارة بصراحة، لأن لازم نعرف هو ليش يشك وليش لهالدرجة. وعادة الشك يجي من خبرات سابقة، خبرات كانت سيئة، لذلك تحصلين شكاك زيادة عن اللزوم. وممكن يكون شيء في اللاوعي من الطفولة، شافه حس سمع عنه أثر فيه وايد، تم في خاطره، فبتلاقين انك انت ما تسوين شيء هو على ادنى الدون يشك. وهذه طبعا انا اشوفها من اصعب الخصال في الزواج.